السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا عن رفع العضة بايت تيوبوس أو بايت بلوكس أو بايت سبلينز أو بايت رامس. هدول كلهم تسميات مختلفة تصب في نفس المعنى وهو رفع العضة. موضوع رفع العضة الحقيقة هو موضوع مهم جدا جدا، مشان هيك أنا ارتقيت أنه يكون في له محاضرة كاملة. رفع العضة بينقسم لنوعين، أولا هي إجراء مساعد بيساعدني أنا بتركيب الحاصرات أحيانا ببعض الحالات، ومن جهة تانية هو إجراء علاجي بيساعدني بخطة المعالجة اللي أنا ارتقيتها للمريض. يكفي أنه لكم أنه ممكن رفع العضة أو البايت تيوبوس يساعدوني بتسريع المعالجة بمقدار 6 إلى 8 شهور على الأقل، وبنفس الوقت عدم وجود رفع العضة أو وجودها بمكان خاطئ ممكن يأخرني لسنة وممكن ما يوصلني للنتيجة المرجوة. نحن حنبلش في نقطة نقطة بالتفصيل إن شاء الله. خلينا نتخيل إنه إجا لعنا هيك مريض، قررنا إنه نحن بدنا نعمل له معالجة تقويمية. طبعا هذا المريض جاي أصلا بسبب عدم ارتصاف صحيح للأسنان. نحن أول ما جينا ونحن عم نكشف اكتشفنا إنه نحن عنده هذا المريض عنده عضة عميقة. طيب خلينا نبعد هلأ عن التحاليل وخلينا نفكر بالموضوع العملي. فلنفترض انه نحن نركب لهذا المريض على الفك العلوي والفك السفلي. شو الطريقة لحتى انا احسن ركب على الفك السفلي من غير ما ينكسروا الحاصرات؟ الحقيقة عندي طريقتين. الطريقة الاولى انه انا ركب اولا على الفك العلوي وبلش حاول غرز الفك العلوي لحتى يصير في مسافة كافية انه انا ركب على الفك السفلي. هاي الطريقة صحيحة بحالات خاصة جدا وغير صحيحة بأغلب الحالات المتبقية. أنا بهيك حالة ماني مضطر أنه أنا غرز الأسنان، حجم الأسنان طبيعي، علاقة الفك العلوي هي طبيعية، أنا مشكلتي هي بالعضة العميقة. فإذا أنا بهيك حالة بضطر أنه أعمل شيء اسمه بايت تيوبوس أو رفع عضة لحتى أنا أرفع العضة، أمنع المريض أنه يطبق بشكل صحيح كامل مثل ما هو متعود انه يسكر، وبالتالي بيصير في فراغ كافي انه انا ركب عليه القواعد السفليه او الحاصرات السفليه. حنرجع لحاله هذا المريض بالتفصيل بعد شوي. طيب شو المواد اللي انا بستعملها في رفع العضه؟ الحقيقه في عندي مواد كتير موجوده. سابقا كان عندنا ماده اللي هي الميتال بايت تيوبوز اللي هي رفع العضه الجاهز، اللي بتجي بشكل بايت تيوبوس جاهزين نحن نشتريه من الشركة، سواء 3M American Orthodontic Orthodontic Organizer، أي شركة عندها غالبا الميتال بايت تيوبوس. ولهلأ في كتير عالم بيستخدموها، أنا وقفت استخدامها من زمان بسبب وجود بديل مريح للمريض أكثر. الميتال بايت تيوبوس ممكن تلاقوا أنه هي لساتها منتشرة بشكل جيد حتى الآن رغم وجود البدائل. في البعض اللي هو متعود عليها وبيفضل أنه يستخدمها تكون واضحة ما بتكسر أكثر، ولو أنه أنا بعتبر أنه هي ممكن تكون نوعا ما راضة لأسنان المريض السفلية. هلأ هذا الكلام هو رأي شخصي، الحقيقة بالأبحاث وبالريسيرش ما في دليل علمي ساينتيفيك بروف لهالموضوع يثبت انه هن راضين بشكل اكبر. بس انا اللي لقيته انه انا وقت كنت عم استعمل الميتال بايت تيوبوس عم بيكون حركة الاسنان السفلية شوي اكتر مما لو انا عم استعمل انواع تانية من البايت تيوبوس. طيب شو في عنا انواع تانية؟ الفلويد ريزين. الفلويد ريزين هو اشهر مادة حاليا تستعمل بالبايت تيوبوس حول العالم، وأخص بالذكر تماما اللي هي مادة اسمها ترياجيل. ترياجيل بأغلب الأبحاث حتلاقي مكتوب ترياجيل، إذا تفوتوا على صفحات الفيسبوك العالم الكبار بعالم التقويم، الأسماء الكبيرة بعالم التقويم، حتلاقي إنه هو بيستخدم ترياجيل. طبعا ترياجيل في منه عدة أنواع، هون بالصورة في عندكم اللون الشفاف واللون الزهري الشفاف أو الشفاف الزهري الكلير بينك، بس هو الحقيقة في منه عدة ألوان، في منه موجود الكلير بلو، الكلير ريد، كلير بينك، والبدون لون الكلورلس. استعماله جدا سهل، بتحط طبقة خفيفة بتخلي المريض يعض لحتى يشوف عضة خفيفة لحتى تشوف الارتفاع هل هو كافي أو لا، ومتى ما وصلت للنتيجة النهائية بتصلبه وخالصين، انتهت العملية، بتاخد أقل من دقيقتين معك.
للأسف ما هو متوفر عندي أنا بالمنطقة، فأنا بستعمل اللي هو أنواع تانية بدل عن الفلويد ريزن. في عندي ريزن سمنت العادي، كمان أشهر شيء ممكن تستخدمه بالموضوع اللي هو ريزيليانس، اللي هو من أورثو تكنولوجي، اللي هو يستعمل عادة بتثبيت الأطواء البانز. الريزين سمنت هذا اللي بنستعمله لتطبيق البانز يستعمل بشكل كتير كبير كبايت تيربوز. السبب هو سهولة استخدامه كمان مثل ما حكينا، وبنفس الوقت اللون الأزرق الفاقع تبعه اللي هو بيسهل إزالته وقت بتنتهى العملية المطلوبة المرجوة من البايت تيربوز. شايفين استخدامه بشكل كتير بسيط، بس بنحطه على سطح السن ونعمل لايت كيورينج وانتهت العملية، صار الموضوع عندي بايت تيربوز جاهزة. كومبومير اللي هو أنا كنت أستخدمه بشكل كبير، توينك ستار من فوكول، الحقيقة الشكر للدكتور طارق أمار هو اللي علمني على هي المادة، وفعلا كانت مادة كتير مريحة بالاستخدام. طبعا عن طريق في إلى جن خصوصي زي المسدس بتحط فيه كبسولات وبنضغط عليه، وكل كبسولة هي كافية لحتى نعمل أكثر من بايت تيربو للمريض نفسه. الميزة تبعته أنه هو في ألوان مختلفة، أحمر أخضر أصفر، خصوصا الشوي صغار في العمر بينبسطوا فيه، وبنفس الوقت كمان واضح بحيث انه ازالته بتكون سهله. طبعا هو بالاصل مو معمول لحتى نشتغل عليه بايت تيربوز، اذا لاحظتوا نحن الريزيليانس هو اصلا معمول كباند سيمنت لتثبيت الباندات لتثبيت الاطباق. التوينكي ستار من فوكو هو معمول كحشوات مؤقته على الاسنان اللبنيه، بس نحن ارتقينا انه هي مريحة جدا على العض، هي لطيفة جدا، ما بتعمل صدمة قوية، وانما هي بتمتص الصدمة نوعا ما، وبالتالي بتخفف الضغط على الاسنان المقابلة. شايفين هي الالوان الموجودة المتوفرة منها، الوان كلية تفاقعة حلوة لطيفة جدا، ما حدا ابدا شكى من موضوع الالوان. طبعا انا بسأله للمريض عادة شو بتحب اللون نحطه، وهو بيختار ويكون مبسوط بالنتيجة. مثل ما شايفين هي عادة تستعمل مو لرفع العضة، وإنما تستعمل للأسنان اللبنية عند الأطفال. أكريليك سبلينز اللي هي رفع العضة عن طريق أجهزة متحركة أو ممكن تكون ثابتة، نعملها مخبريا عادة، نأخذ قياسات ونعملها مخبريا بحيث إنه هي ترفع العضة. هي بحالات خاصة وقت بيكون أنا بدي أرفع العضة بشكل متوازي على جميع الأسنان الخلفية، ما بدي أرفع على رحى أو على ضاحك فقط، وإنما بدي أعمل رفع عضة مستوى، رفع عضة كامل أرفعه على من الطرفين بنفس السماكة وبشكل ممتد حتى الأنياب غالبا. طبعا بهي الحالة أحيانا ممكن أعمله رفع العضة أمامي كمان بشكل يكون على كل الأسنان الأمامية. أنا نادراً حقيقة ما أستخدمه، بحالات نادرة جداً مثل ما شايفين أنتوا هون هلأ بهالطريقة، هون تركيبه مع الحاصرات موجودة مع الحاصرات. هدول الصفائح الشفافة اللي قدامكم هم صفائح تستعمل كمان لرفع العضة، عادة نستعملها لما بيكون المريض بيشكي من ألم بالمفصل الفك الصدغي بالدي ام جي. هذا موضوع جدلي، دكاترة أخصائيين الـ TMJ هلأ ممكن يفوتوا معنا بجدل طويل، بس الحقيقة أنا بالنسبة لي حسب تجربتي هذا ما يلقب بالمعالجة السحرية. مريض الـ TMJ الحقيقة بيكون جدا مستاء من الوضع تبعه، عنده ديسكومفورت شديد بالمفصل، من أول ليلة هو بيركب هالصفائح هي، بينام فيهم، بيجي تاني يوم لعندك وبيقول لك شكرا لك أنت غيرت لي حياتي. الحقيقة ما مر علي أنا مريض مفصل اللي أعطيناه صفائح شفافة أو عملنا له صفائح شفافة وكان عنده مشكلة منهم، بالعكس دائما ارتاح. كيف هل هو لحنا حلينا الأساس المشكلة أو لحنا روحنا الأعراض؟ اللي بيهمني أنا أنه هو كان حل سريع لحتى يرتاح المريض ويروح الديسكومفورت تبعه أو عدم الراحة تبعته. طبعا هدول في منهم أنواع، فينك أنت تصنعه بالمخبر بتاخذ قياس وبتصبه وبتعمل فاكيوم عليهم بتقصه بعدين، وفي منه أنواع بتجي جاهزة بدك تحطها بالمي السخنة شوي وبعدين بتركبها مباشرة بفم المريض، بتعمل أدابتيشن فورا على فم المريض، بتكون بشكل جيلاتيني أكثر ومريحة أكثر للمريض، بس هي كلفتها كمان بتكون أكبر. مثل ما شايفين هون حالة
مريض مركب له باي تيربوس، وبالتالي هو وقته يجي يسكر ما حيحسن يسكر، على الآخر حيكون في عندي فراغات بهالمنطقة هي، فراغات بالمنطقة هي، وبالتالي يخفف الضغط على الحاصرات بحيث أنه ما تنكسر أثناء الإغلاق. هنرجع لحالة مريضنا اللي عنده ديب بايت. الحقيقة هذا المريض راجع بسبب أنه هو عنده سوء ارتصاف للأسنان الأمامية، هو هذا سبب المشكلة الحقيقي. إذا متفرج بنلاقي أنه عنده أوفرجيت حوالي 5 مليمتر، إذا ملاحظين الأوفرجيت هون. طيب أنا شو الحل لحتى ركب له الحاصرات؟ اتفقنا أنه أنا لحتى أحسن ركب له أنا مضطر أنه أنا أحط له باي تيربوس. هلا الباي تيربوس هدول هلا حنشوف بعدين بعد شوي حنشوف كيف نحن بنطبقهم، بس هدول بيجي نوع خاص اسمه ميني مولد، كيت خاص ميني مولد. هالكيت هذا بيسهل علينا عملية إلصاق الباي تيربوس على الأسنان الأمامية، هلا حنحكي عليهم بالتفصيل بعد شوي. هلا مشكلتهم هدول إنه بيجوا بمقاسين ب 3 مليمتر وب 5 مليمتر. 3 مليمتر بالحالات اللي ما في عندي أوفرشيت شديد، و5 مليمتر وقت بيكون عندي الاوفرجيت اكثر. هلا كل ما زاد الاوفرجيت انا بدي احاول اتجه باتجاه اللسه اكثر لحتى خفف المسافه اللي بده يصير عليها اطباق. وقت بيكون عندي لا المسافه مثلا 3 مليمتر، فيني انا ركب تبع ال5 مليمتر تحت الحد القاطع بشيء بسيط. هلا هون كونه انا عندي اصلا الاوفرجيت هي عباره عن 5 مليمتر، فالمريض معناته انا اذا ركبتها بشكل حتى لو عمقت عند الجينجيبا، فممكن المريض بحركة بسيطة انه يرجع الفك السفلي للخلف، وبالتالي حيصير مباشرة هو خلف الباي تيربوس، وبالتالي هي الباي تيربوس حتدفش الفك السفلي للخلف اكثر، وبنفس الوقت الفك السفلي بيكون عم يدفش الفك العلوي عن طريق الباي تيربوس للامام اكثر، وبالتالي بدل ما انا اصلح كون انا عم خرب، وبنفس الوقت حتصير الباي تيربوس هي اللي عم تصير تعمل اصطدام مع الحاصرات. فبالتالي انا بهيك حاله باخذ ال 5 مليمتر، بعد ما بساويها بضيف حوالي 2 مليمتر زياده، ولو كان الشكل ما له كثير حلو، بس هذا الحل الوحيد بالنسبه لي لحتى امنع المريض بانه باللا شعور تبعه يكون عم يرجع الفك السفلي للخلف لخلف الباي تيربوس، وبالتالي يخرب لي الشغل تبعي. اذا ملاحظين بعد ما ركبنا الباي تيربوس صار في عندي مكان مقبول تقريبا لحتى ركب الحاصرات، وبنفس الوقت وقف عندي الاكلوجن على المنطقة الخلفية بالطرفين اليمين وباليسار، فاذا ما عاد عندي اطباق بالمنطقة الخلفية. هون لحنا ضفنا شوي زيادة اكثر من 5 مليمتر بس لحتى يصير في عندي مجال لحتى يسكر المريض عليها. هتشوفوا بعد فترة شلون تحسنت الديب بايت تبعي، صارت نورمال بايت، وبنفس الوقت لوحده بلش يسكر المنطقة الخلفية، يصير في عندي اطباق صحيح. فإذا أنا لولا ما صار عندي هالاطباق هذا، لولا ما ارتفع صار عندي تطاول للأسنان المقابلة، ما رح تنحل عندي الديب بايت. ليش؟ لأنه أنا متى ما شلت البايت تيربوز معناتها حيرجع يسكر بنفس الطريقة اللي كان يسكر فيها، بينما لحنا وقت اللي عملناه إنه لحنا خففنا الاطباق بالمنطقة الخلفية، ولحنا بنعرف قاعدة كتير بسيطة إنه لحنا وقت بنقلع سن فغالبا السن المقابل يبدأ بالتطاول. ليش؟ بسبب عدم اي وجود اي اطباق على هذا السن المقابل، وبالتالي هذا الشيء اللي لحنا عملناه، لحنا منعنا الاطباق بالمنطقه الخلفيه، صار في عندي فراغ بالمنطقه الخلفيه، وبالتالي طاولت الاسنان لحتى صار عندي العلاقه صحيحه وصار عندي قوس بي بشكل صحيح تماما. اذا مثل ما شايفين صارت عندي العلاقه مقبوله جدا. شايفين هون؟ لاحظوا كيف عندي كان الديب بايت، كيف اول مرحله اللي هي مرحله ما انا كثير لطيفه بالشكل، بس هي ضروريه لحتى وصلتنا لهالاطباق، هذا تحسن الاطباق عندي بشكل ممتاز جدا. المنطقه الخلفيه كان الاطباق عندي بشكل طبيعي تقريبا. رجعنا هون نحن حطينا البايت تيربوس فصار عندي مفتوح من الطرف اليمين، بعد فتره طاولت الاسنان فصارت العلاقه صحيحه. من الطرف اليمين اليسار، من الطرف اليسار كمان نفس الشيء، كانت عندي تقريبا العلاقة شبه صحيحة كعلاقة الإطباق،
وقت رفعنا الباي تيربوس وقت حطينا الباي تيربوس صار المريض ما عم يعض على المنطقة الخلفية، صار في عندي فراغ بين الأسنان العلوية لحتى طاولة الأسنان وتحسن عندي قوس سبي. لاحظ هون عندي، لاحظ عندي شكل القوس بهالمنطقة وكيف صار بعدين تحسن القوس بشكل صحيح. طيب هلأ هي حالة تانية لمريض تاني. هذا المريض كمان هو عنده الأسنان الأمامية بعضة معكوسة بس بنفس الوقت ما عنده ديب بايت، فأنا إذا بدي أعمل بايت تيربوز من المنطقة الأمامية غالبا حيصير في تطاول بالأسنان الخلفية وبالتالي ححول الحالة لعضة مفتوحة. وبنفس الوقت أنا بدي طريقة بحيث أنه أنا أحسن دخل هدول الأسنان لجوا. بهالحالة بعمل البايت تيربوز على المنطقة الخلفية، شايفين هدول الأسنان أنا بدي دخلهم لجوا، وبنفس الوقت هذا السن بدي طلعه لبرا، هذا السن بدي دخله لجوا، فإذا عندي كروس بايت بالمنطقة الأمامية فأنا مضطر أنه أرفع الأسنان بحيث أنه يصير في مكان لتصحيح العلاقة بالمنطقة الأمامية. حطينا البايت تيربوز، هي ريزيلينس، حطينا البايت تيربوز، خلينا المريض يعض شوي بحيث انه اعمل كمان سطح اطباقي مقبول بحيث انه ما يكون المريض مزعوج كتير. طبعا هون بدي لكم دائما المريض اول ما مركب له البايت تيربوز بينزعج تماما اول يوم، ما بيعض كل ما عم يعض تماما، مثل اذا عندك حشوة عالية رحت ساويت حشوة لأسنانك والحشوة كانت عالية بتضل طول الوقت عم تحاول تخبط فيها تخبط فيها تعمل اطباق عليها لحتى ممكن تكسرها. المريض غالبا غالبا بيرجع لعندك بنفس اليوم بيقول لك شيء لا انا ما فيني اتحملها. السر انك انت تقول له طول بالك بس اعطيني 48 ساعه وبعدها راجعني اذا كنت لساتك مزعوج. غالبا المريض بعد اول 24 ساعه بصير في عنده نوع من التعود، بتضل مزاجه شوي، ما حقلكم انه والله بتصير مريحه، بتضل مزاجه شوي بس بتكون اريح بكثير مما كانت باليوم الاول. للاسف عندي بعض المرضى اللي بيرجعوا بيقول لي ما تحملتها شل اياها، وعندي حوالي 3 مرضى مروا علي اللي رفضوا هذا الشيء. في عندي مريضة كمان حنمر عليها بعد شوي نحكي عليها اللي هي رفضت هذا الشيء، بعدين وقت شافت الآثار الجانبية اللي عم تصير رجعت وافقت وتحسنت الموضوع، تحملتها كم يوم تحسنت الأمور عندها، ما عاد في عندها أي إزعاج على الإطلاق. فإذا نحن حطينا البايت تيربوس لحتى نسمح به رصف الأسنان وبالتالي صار في عندي مجال إنه الأسنان تفوت لجوا. طبعا إذا ملاحظين هون في عندي ميلان بمحاور الأسنان العلوية، تمام؟ هذا الميلان طبعا هذا ميلان خاطئ لازم بعدين تصحيحه بس بالفترة الأولى لحتى نحسن نرفع الأسنان نسمح للأسنان السفلية أنه تدخل لمكان الصحيح، نصحح الكروس بايت الأمامية اللي موجودة عندي وبعدين نرجع نقلب الأسنان هاي بحيث نصحح العلاقة تبعتها وتكون العلاقة صحيحة. صورة السيفالو إذا عم نتفرج حنشوف أنه المريضة هاي في عندها بروز مضاعف للفكين، تمام؟ ما رح نقعد نعمل تحاليل هلا بس شايفين كيف الشفه العلويه والشفه السفليه فيها ميلان شديد جدا للامام. هي هي المريضه راجعت اصلا الشكوى تبعها هي البروز تبع الشفتين، فنحن توجهنا بهي الحاله لحتى نعمل معالجه عن طريق القلع. ملاحظين الشفه، ملاحظين الشفه من هون بعدين بهالشكل هذا شف البروز، هذا الشيء المضايقة ما عم تحسن تسكر الشفاه تبعها بشكل طبيعي، فنحن توجهنا لحتى نعمل المعالجة عن طريق الخلع. بنفس الوقت لاحظ الابتسامة اللثوية الشديدة عند هالمريضة، تمام؟ هلا بهيك حالة كمان أنا عندي في شوية ديب بايت، بهيك حالة أنا بدي أتوجه دائما وقت بيكون عندي في خلع على الأسنان بدي أعمل معالجة عن طريق الإكستراكشن Extraction Plan Treatment. فدائما أنا لازم أعمل Interior Bite Tirbus بشكل دائم، هي قاعدة بتحفظوها، كل ما بيكون عندي Extraction Treatment Plan وأنا بدي سكر الفراغات بعدين لازم أعمل Interior Bite Tirbus. طبعا إلا إذا كان عندي عضة مفتوحة هذا شيء تاني، أنا عم أحكي وقت بيكون في عندي العضة طبيعية أو عميقة، حتى لو كانت طبيعية لازم أعمل Interior Bite Tirbus لأنه إغلاق الفراغات عن طريق وقت بيكون عندي اكستراكشن وبدي اغلق الفراغات بشكل تلقائي حيصير في عندي ديب بايت، بينما انا وقت بيكون عندي انتيرير بايت تيربوس حنمنع الاسنان من انه تتوجه للديب بايت وبالتالي بصلح العلاقه بشكل صحيح بدون ما اصلح شيء وخرب شيء ثاني. اذا هون احنا خلعنا الضواحك الاولى الفيرست بريمولر
وركبنا البايتير بوز. كمان في عندي هون صارت مشكلة انه صار في عندي الشد على المنطقة السفلية اكتر من الشد على المنطقة العلوية، وبالتالي بعد فترة صار في عندي البايتير بوز تبعي صارت غير كافية، اضطرينا كمان نزود شوي بالبايتير بوز لحتى يضل المريض عم او المريضة عم تطبق على الاسنان السفلية. شايفين هون كمان اضطرينا نزود البايتير بوز، هي بشكل لوحدة ما كانت كافية، اضطرينا نزود لحتى نعمل عملية الإرجاع بهالشكل هذا. هاي مريضة كانت رافضة البايتير بوز، هي ركبتها أول شيء وبعدين رفضتها ورجعت قالت لي أنا ما بدي بايتير بوز. الحقيقة صارت العضة عندها عميقة، وكل ما عم نسكر الفراغ كل ما عم يصير عندي العضة أعمق. إذا ملاحظين هون وين ارتفاع الأسنان، بعد فترة نحن سكرنا الفراغ، شوفوا شلون زادت العضة العميقة عندي وصار في عندي مشكلة بالقوس. شايفين الانحناء كيف صار بهالشكل هذا، رغم انه انا عم استعمل سلك عريض ومع ذلك صار عندي هالمشكلة هي. فالحل طبعا هو بسيط جدا، الحل انه نحن نحط بايتير بوز بالمنطقة الأمامية بحيث انه المريضة تسكر عليها، وبالتالي حيصير عندي مثل ما حكينا بيوقف عندي الاطباق بالمنطقة الخلفية وبالتالي تتحسن العلاقة. شايفين دغري كيف نحن حسنا بشكل مباشر، بس هون لساتنا عم نعتمد على البايتير بوز. بعد فترة حيصير عندي تطاول بالاسنان الخلفية وبالتالي بتتحسن العلاقة بتصير مقبولة. شوف الفرق بين كيف كانت بآخر جلسة وكيف كانت بعد ما نحن طبقنا البايتير بوز. هلا هون بهي الحالة إذا ملاحظين حتلاحظوا إنه في عندي ميلان بالفك، تمام؟ المنطقة من هون تختلف عن المنطقة من هون، شايفين المكشوف من الأسنان ومن لسه بهالمنطقة هي يختلف عن المكشوف من الأسنان ولسه بهالمنطقة هي. هلا هي واحدة من الحالات الترياجيل اللي هو له استعمال كتير ممتاز، اللي هو لحنا بنحط رفع عضة من طرف واحد بحيث إنه لحنا إذا حطينا بهالمنطقة هي الأسنان حيصير عندي فراغ بس من المنطقة اليسرى للمريضة، وبالتالي بعد فترة حيصير في عندي تطاول للأسنان ويصير القوس على شكل مستوي بشكل صحيح، تتحسن العلاقة بشكل صحيح، تمام؟ طبعاً مو كافي بس إنه نحط التريات جيل، لازم نحن ضمن المعالجة ضمن نحن الخطة تبعتنا اللي عم نشتغل فيها، بس التريات جيل بيساعدني كتير بهالمنطقة لحتى نعمل ريبوزيشنينج أحياناً للمانديبول لحتى نعمل تصحيح للكان الفك العلوي او السفلي اللي موجود عندي حسب كل حاله. هي الحاله لزميلنا الدكتور بسام فران. الحقيقه بالصدفه امبارح كنا عم نتفرج ولا طلعت معي الحاله، قلت لازم احط لكم اياها بالمحاضره. اذا ملاحظين في عندي هون عند المريض عندي عضه معكوسه بالكامل خلفيه واماميه صف ثالث، تمام؟ شايفين البروفايل تبع المريض واضح تماما الصف الثالث. هلا هو بده يعمل له توسيع على الفك العلوي، بس لحتى يعمل توسيع على الفك العلوي بده يسمح بمكان لحتى تحسن الاسنان هي تطلع وتصحح العلاقه الاماميه. هون هلا انا لو ركبت حاصرات هنا هون وركبت حاصرات هون ما عندي مجال انه الاسنان تطلع، الفك السفلي حيمنع الفك العلوي من البروز، فانا لازم فك التشابك الحدبي. وهون عمل شيء كثير سهل وكتير مريح، نفس المكان اللي أنا بعبي بحط فيه الأطواق بعبي فيه زيادة سواء بالمادة اللي أنا الريزيلينس ولا بالفلويد ريزن ولا بالكومبوزيت العادي. حتى بالفلو بالكومبوزيت أنا هلأ وقت انقطعت من الفوكو انقطعت من توينكي ستار صرت عم ملجأ للفلو بالكومبوزيت، كله شغال، أي شيء هو شغال، أي مادة هي شغالة، أنت بقى بتشوف الشيء اللي أريح لك. الفلو بالكومبوزيت هو مشكلته إنه اللون تبعه تقريباً بيجي من لون الأسنان، فهذا الشيء ممكن شوي أحياناً وقت الإزالة تبعه مشان نحن بنفضل إنه يكون بلون مغاير مشان وأنت عم تشيله ما تكون عم تقرب على الإطلاق على ميناء السن، بس مع ذلك أنت فينك تستعمل سنابل خاصة اللي هي فينك تزيل فيها الكومبوزيت وما بتأثر على ميناء السن. فإذا ملاحظين كيف هون رفعنا العضة، حط جهاز للتوسيع من الطرفين، توسيع الفك من الأمام ومن الخلف، وبالتالي تحسنت العضة بشكل جيد لحتى يحسن يركب هو بشكل صحيح ويصلح العضة بشكل نهائي. شايفين التحسن قديش صار عنده؟ تحسن هائل جدا. الحالة الله يعطي العافية حالة ممتازة جدا، طبعا مع ملاحظة انه مدة المعالجة هي 20 شهر، لسه المعالجة ما اكتملت،
وهو المريض حاطط تي بي اي اللي هو عم يستعمل فيه للتوسيع، وبنفس الوقت عم يستعمل الكلاس 3 إلاستيك. استعمالات رفع العضة، في عندي كتير حالات ممكن استعملها. اول شيء لحتى نرفع العضة لنركب الحاصرات على الفك المقابل، شفنا بالحالة تبعتنا اول شيء بغض النظر وقت احنا عم نحكي على العضة العميقة انه هو لحنا ما عندنا مجال نركب الحاصرات على الفك السفلي لحتى نرفع العضة. فاذا بنرفع العضة لنركب الحاصرات على الفك المقابل، احيانا سن واحد بيكون عم يعمل لي مشكلة وما عم يخليني ركب الحاصر عليه، فبضطر ارفع العضة كاملة بس مشان هالسن لحتى اصلح العلاقة تبعته. رفع العضة لحتى نسمح للأسنان بالحركة إلى مكانها الصحيح. لحنا شفنا بالحالة تبع الدكتور بسام لو ما كان عامل رفع عضة ما حيحسن يصلح العلاقة على الإطلاق. كتير صعب إنه لحنا نخلي الأسنان العلوية اللي هي بكروس بايت انتيريور وبوستيريور إنه هي تروح لمكانها الصحيح بدون ما لحنا نحرر الإطباق ونسمح بالحركة بحرية للأسنان. إصلاح العضة العميقة هون إصلاح علاجي وليس مساعد. نحن وقت عم نرفع العضة لحتى نسمح للأسنان بالحركة هو مساعد، لحتى نركب الحاصرات هو مساعد. إصلاح العضة العميقة هو أسلوب علاجي. دائما وقت أنا بدي أعمل عندي عضة عميقة بدي أعمل رفع العضة بيكون أمامي لحتى أسمح للأسنان الخلفية تتطاول ويصلح لي العضة العميقة لفك التشابك الحدبي وتسهيل حركة الأسنان. أحيانا مثل ما حكينا علاقة الأسنان خاصة عند العالم إذا بتتذكروا ذوي الوجه القصير، نحن حكينا إنه هدول بتكون عضلاته الوجهية كتير قوية وبالتالي بيكونوا عم يكزوا على الأسنان وبالتالي بيصير في احتكاك كتير قوي بين الأسنان بيصعب العملية التقويمية أو عملية حركة الأسنان. فرفع العضة بشكل خفيف جدا لطيف جدا من المنطقة الخلفية غالبا بيفك التشابك الحدبي وبسهل لي حركة الأسنان، بيخفف هالستريس اللي موجود على الأسنان. عندي طبعا كمان بالنسبة لي إصلاح ميلان مستوى الفك من طرف واحد، تمام، غالبا بيكون خلفي، غالبا طبعا مو بالضرورة بس غالبا بيكون خلفي. طبعا مثل ما حكينا لحنا بنكون عم نعمل إصلاح مستوى الفك ريبوزيشنينج للمانديبول أو للكانت اللي موجود عندي. وقت بيكون عندي الخطة المعالجة تتضمن قلع ضواحك لحتى صلح البروز المضاعف، فدائما قاعدة لازم أعمل رفع عضة أمامي لحتى ما يصير عندي ديب بايت. طبعا لحنا عم نحكي إذا أصلا عندي عضة عادية نورمال بايت أو ديب بايت، إذا عندي أوبن بايت وقتها ما في داعي أكيد لهالموضوع. وشكرا لكم. طبعا هلأ لحنا نتأكد أول شيء وين من نركب رفع العضة، نشوف الإطباق قديش عندي مقدار التغطية بالنسبة للأسنان العلوية قديش عم تغطي من الأسنان السفلية لحتى نعرف تماما وين لازم أنا أحط رفع العضة. هل لازم أحطه أنا على عند الحد القاطع ولا لازم أنا أربو لعند اللسة بشكل أكبر؟ تمام. طبعا هلأ بلش أول شيء بالإتشينج، بعدين بحط البوند، بعد ما بخلص هاي الإجراءات كلياتها بالبوند برجع بقى بستعمل الميني مولد. الميني مولد هي بتنشال الرأس تبعي إلى عدة رؤوس مختلفة مثل ما حكينا سابقا إلى بين 3 أو 5 مليمتر بالسماكة، بنركبها بنشوف تماما وضعيتها تماما كيف بدي ركبها. الرأس تبعها عادة الرأس المستقيم بيكون باتجاه اللسة والرأس المدور باتجاه الحد القاطع، بالعكس يعني مش الرأس المستقيم باتجاه الحد القاطع. هلا بتأكد تماما من مكانها قبل ما بلش حط فيها المواد اللي بدي اعبي فيها سواء الريزيلينس او الفلويد ريزين او الكومبوزيت او اللي هو. هلا انا راح اتأكد تماما ارتفاع العضة صحيح، تأكدت بالنسبة للسنية العلوية اليمين اليسار امورنا تمام. هلا بعد ما تأكدت بجيب بقى المادة المالئة اللي هي هلا هون راح استعمل الكومبوزيت، حعبيها عبيها شوي شوي بحيث انه تصير هو فلويد كومبوزيت، فلو كومبوزيت ينزل شوي شوي يحاول قدر الامكان انه ما يكون في فقاعات جواته. بعد ما عبيها للحافه تبعتها يعني يطفطف شيء بسيط جدا، ممكن بعد ما يطفطف بعدين بمسحه مسح باي قطعه ورق صغيره بعملها كم دقه عشان ما يكون في فقاعات بشكل اكيد. هلا
بتأكد من المكان. هلا شوي انا ماني مرتاح بالوضعيه، كونه انه المفروض هون انا مثبتها والممرضه هي اللي بدها تعمل لايت كيورينج. هلا انا راح اضطر اعمل لايت كيورينج بنفس اليد. اذا هي لايت كيورينج 15 ثانيه بنعملها وبعدين منشيلها، حيكون عندي الباي تيربوس تبعي صارت جاهزة. بحاول قدر الإمكان أنه نصفها للحد القاطع وبتأكد تماماً، بعدين بخلي المريض يعد بتأكد هل هي كافية المسافة ولا وقت هو عم يعمل حركة يقرب الفك تبعه عم تصير لسه الباي تيربو خفيفة. وقت بتلاحظ أنه لسه ما صار عندي رفع كافي بالمنطقة الخلفية برجع أضيف أنا شوية كومبوزيت. عندي الشكل أصلا صار جاهز الآلة، شوية إضافة بسيطة من الكومبوزيت بحيث أنه تعطيني سماكة شوية أكتر، وبعدها برجع بعملها لايت كيورينج لحتى يتصلب. هلأ بنرجع من مرة تانية بنجرب نتأكد بنشوف أنه صارت الأمور عندي كويسة وصار عندي رفع العضة جاهز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.